كما تتواصل الجهود الشعبية والوطنية المخلصة في دعمها لأبنائهم من منتسبي القوات المسلحة والأمن ولجانهم الشعبية المساندة لهم في جبهات القتال والدفاع عن الوطن بما تجود بها أيديهم، مما قد يساعد ويعمل على دعم الجبهات بما يستلزمها من مؤن وعتاد لاستكمال مشوارهم الوطني حتى دحر الغزاة. قوافل للمدد من الغذاء وكل ما جادت به أيادي أبناء اليمن الرافضة للاستكانة أو التبعية، والقاهرة للعدوان السعودي القاشم يوجهها أبناء بيت برمان إحدى قرى مديرية بني مطر لإخوانهم وأبنائهم من منتسبي القوات المسلحة ولجانهم الشعبية المساندة لهم في جبهات الشرف والدفاع عن وطنهم وكرامة شعبهم في وجه المعتدين والغزاة. هذه القافلة مقدمة من أبناء قرية بيت برمان عزلة شهاب أعلى مديرية بني مطر، وليست القافلة الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذا واجب وطني على كل فرد من أفراد أبناء اليمن الأحرار، وسنقدم دمائنا ليس أموالنا فقط لرفض الجبهات. قهروا بما جادت به أيديهم بل وكسروا ما فرضه العدو السعودي من حصار جوي وبري وبحري، ظنا منهم إخضاع اليمن وشعبه لتصرفاته وفقا مع ما يتناسب مع أطماعهم ويخدم مصالحهم لا لما يخدم مصالح اليمن وشعبه، لتكن لأبناء اليمن كلمتهم وطريقتهم في إفشال كل مخططات وأهداف العدوان السعودي. هذه القافلة تمثل كسر للحصار وأيضا تمثل مدى تلاحم الشعب اليمني في مقاومة العدوان، ورسالة يوجهها أبناء اليمن من أكبر من أصغرهم إلى أكبر واحد منهم، يقول للحصار نحن لن نركع، نحن صامدون، سنقدم التضحيات وسنقدم الدعم بالدماء بالأموال بالأنفس. مواقف بطولية ودفاعية عن الوطن كلا في مجاله ومن مقره، فمن يدعم المدافعين في جبهات البطولة لا يقل شأنا عن من يقاتل ويطلق رصاصاته في دحر المعتدين والغزاة، فكلاهما يؤدي دوره وواجبه الوطني في الدفاع عن الوطن وشعبه. جينا مدد كلا يحفز ربعه، ما نحرم بالله لبذل قلبي وبذل عيالي لو يصيروا سربه، ما يدخلك وانا ابخر كولا بي الا وقدب بي نزل في التربه. في حدود رجلين جدا وعسير واطراف الحدود، نشكر الجيش واللجان هذا الصمود، واحنا اسودك يا من دام للصوت، والارض ارض اليمن ما هي اراضي اليهود، ومقبره الغزاة من عهد ابانا والجدو. مواد غذائية وعينية إضافة إلى عدد من المواشي ذاك ما تضمنته قافلة بيت برمان إحدى قرى مديرية بني مطر في العاصمة صنعاء، دعما ونصرة للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن من أبناء القوات المسلحة والأمن، مؤكدين وقوفهم حتى دحر المعتدين أو دفنهم تحت تراب وطنهم إن استطاع العدو السعودي على ذلك. توزيع للأدوار في مواجهة العدوان، هذا ما يجسده أبناء اليمن، فما تجود به أيديهم لا يقل شأنا عما يقدمه أبناؤهم في جبهات القتال والشرف في مواجهة العدوان السعودي، إن لم يكن أشد فتكا بالعدوان الذي راهن على كسر إرادة اليمنيين وكسر صمودهم. يحيى الهادي، اليمن اليوم، من منطقة بني مطر، صنعاء.